لكن السيد الرئيس يعني لم يترك مناسبة دولية أو عالمية لم يشر فيها لعدالة القضية الفلسطينية أو ضرورة حماية المدنيين وحلحلة الموقف السياسي والضغط على الأطراف المختلفة والجلوس للتفاوض. ويمكن إشارة الرئيس الروسي اللي حضرتك ذكرتها أن معظم الدول المشاركة هي دول لديها باع طويل في إرساء السلام العالمي وفي صدارتهم طبعا مصر. يعني ازاي برضو رصدت هذه الجزئية؟ لانه دي كانت حاضرة في كل لقاءات رئيس السيسي، خاصة كمان لقائه مع بازشكيان، وده اول لقاء والعالم مهتم جدا بهذا اللقاء، وكان اطار يعني في ظل تقارب مصري ايراني منذ فترة لتهدئة الامور في الشرق الاوسط. فايضا هذه الجزئية حضرتك نظرت لها ازاي؟ وهل يمكن أن تخرج البريكس بضغط حقيقي يغير الواقع على الأرض في المنطقة، ولا ما زالت الأمور معقدة مركبة جدا جدا؟ لا، عشان نكون واقعيين، لا يمكن أنك أنت تتكلم على ضغوط ستمارسها مجموعة بريكس يمكن أن تغير من المعادلة القائمة على الأرض الآن، لأنك تتحدث عن نظام عالمي يعاد تشكيله في إطار حرب باردة جديدة كلنا شايفينها، ونتخوف كثيرا من أن تتحول إلى حرب ساخنة بالفعل. احنا كل اللي بنقدر نقوله ان هذه الدول بالفعل دول تدعو الى السلام. يمكن فخامة الرئيس عندما تحدث مع الرئيس فلاديمير بوتين وجاء ذكر الحرب الروسية الاوكرانية اعلن تمسكه بانه احنا الدولة المصرية لديها رؤية في هذا الاطار، وانها ترى ان الحوار والتفاوض السياسي هو الالية اللازمة من اجل تحقيق الاستقرار والسلام في هذه المنطقة. ده منهج مصري ثابت. ويمكن انا لما كلمت حضرتك عن الثوابت اللي الدولة المصرية بتتبعها كاستراتيجية للسياسة الخارجية بتاعتها، كان من ضمنها منح شعوب حق تقرير مصير، الحفاظ على الدول الوطنية، الحفاظ على المؤسسات الوطنية، الحفاظ على الجيوش الوطنية، وفي القلب من كل ذلك القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمن القومي المصري. ولما بنتكلم عليها باعتبارها القضية المركزية للأمن القومي المصري هي حاضرة، ونحن من أحييناها في 2015. أتصور أن حضرتك كنت حاضر اللقاء في 2015 عندما أعادت الدولة المصرية طرح مرة أخرى عبر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية، وطلبت بإحياء المبادرة العربية، وتلقت فرنسا هذه المبادرة وعملت عليها، ومن ثم تم إحياء مسار التفاوض مرة أخرى في المسار الفلسطيني. طب الدولة المصرية لا تكتفي غير لقاءات تقريب الفرقاء يعني طبعا ما هو ده نتيجة الجهد. نذكر ونؤكد ونكرر أن الدولة المصرية في عز ما كانت تتلقى الصدمات والطعنات في أحداث ما بعد 25 يناير 2011، كنا دايما بنستمع وبنتلمس الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية على رأسها جهاز المخابرات العامة في التقريب بين الفصائل الفلسطينية، واللقاء الذي عقد في هذا التوقيت تقريبا كان يوم 28 أو 29 بين الفصائل الفلسطينية لمحاولة تقريب وجهات النظر بينهم. القضية الفلسطينية لم تغيب عن الدولة المصرية نهائيا، لأن الدولة المصرية تعي جيدا ماذا يعني القضاء على القضية الفلسطينية من مخاطر وتهديدات محتملة على أمن الإقليم. ومن ثم كانت الدولة المصرية حريصة على طول هذا التاريخ الصغير الكبير، الصغير في المدى الزمني الكبير بأحداثه، أن هي تعيد إحياء هذه القضية وتؤكد على ثوابتها التي المعنية بالتفاوض معها أو المعنية بالتوصل من خلالها لحلول لهذه القضية، وعلى رأسها بالطبع المفاوضات كمسار رئيسي وتحقيق المصالحة اللي حضرتك تفضلت وأشرت إليها بين الفصائل الفلسطينية في المقام الرئيسي من أجل أن تبدأ المفاوضات، والطرف الآخر الذي دائما ما يتخذها تكئة لتأجيل المفاوضات ان هو مش عارف هو يقعد يتكلم مع مين. لا، انت هتقعد تتكلم مع فصائل موحدة تتحدث بلسان واحد من اجل الوصول الى حل للقضية الفلسطينية. التوافق حول هذه القضية وحول ما يحدث في الاقليم من تداعيات في الحرب على لبنان، لان لا يمكن ان احنا نفصل الحرب على لبنان عن ما يحدث في الحرب في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة. لا يمكن ان احنا نفصل او على التوتر الاسرائيلي الايراني يعني كمان. ما هو لما بنبص على لما نبتدي نقطه الانطلاق الحرب الاسرائيليه على الدوله الفلسطينيه في قطاع غزه، لازم ان احنا نتفهم مباشره نقاط التقاطع بين حركه حماس، بين حزب الله، وبين الدوله الايرانيه، وبين مجموعة الأذرع التي ظلت لفترة طويلة تعمل برعاية الدولة الإيرانية. من هنا النهاردة كان مهم جدا اللقاء اللي حضرتك بتتكلم عليه واللي أشرت ليه بين الرئيس المصري فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، لأنك أنت هنا أولا بلقاء تاريخي، لقاء
بين دولتين إقليميتين مهمين جدا. لقاء بينسجم مع ما طرحناه من فكرة الاتزان الاستراتيجي للدولة المصرية تحرص على انتهاجه بحثا عن تحقيق المصلحة الوطنية والأهداف الوطنية للدولة المصرية اللي هي مرتبطة بالمصلحة الوطنية والأهداف القومية للدول العربية. طب احنا ايه مصلحتنا من هذا اللقاء؟ لدى البعض قرأت انه في ارتياح من التوصل المصري الايراني لانه مصر صوت معتدل دائما قضى على تقريب بغض النظر او فتح مسارات السلام. احنا اللي يهمنا في هذه ممكن يساهم في التهدئه بشكل عام. يهمنا في هذه اللحظات يمكن لو حضرتك تتذكر معالي وزير الخارجيه السيد الدكتور بدر عبد العاطي. أيوة. كانت ايران من المحطات المهمه اللي توجه لها فور توليه منصبه. والنهارده اللقاء وزير الخارجيه كان هنا كمان وكان وزير الخارجيه الايراني كان هنا الاسبوع الماضي. فلما بتبص على الزخم ده ليه دلاله انك انت مؤكد انك تمارس دورا في ضبط رد الفعل الايراني، مؤكد انك تمارس دورا في ضبط اتجاه التفاعلات مع ما يمكن ان يحدث في الاقليم وسط تهديدات بتوسيع الصراع. انت بتتكلم على طرف مصر حتى اللحظة الأخيرة أن يوسع من دائرة الصراع وسط شكوك أين ستتجه ضرباته. هل سيضرب منشآت نووية؟ هل سيضرب مقرات رئاسية؟ هل سيضرب مصافي النفط والموانئ؟ هل سيضرب المطارات وما شابه؟ لو تم التصعيد على هذا النحو أنت بتهدد الأمن والسلام الإقليمي بل والأمن والسلام العالمي. علشان كده مهمة بريكس في اللحظة دي أن هي بتضع الحلول المستقبلية الأمنة. علينا أن ندرك أن أي نوع من أنواع عدم الاستقرار السياسي نتيجة الصراع العسكري أو نتيجة عدم الاستقرار الداخلي كلها أمور تقود إلى عدم القدرة على الوفاء بالاحتياجات الاقتصادية. الأزمات العسكرية والأزمات والصراعات في العالم وفي الإقليم هددت كثيرا من الإمدادات، هددت كثيرا من استمرار تدفق السلع والخدمات عبر الممرات، هددت كثيرا الملاحة في الممرات الرئيسية في الإقليم وفي العالم. ومن ثم أنت بتفرض على العالم تحديات متجددة. النهاردة كان مهم جدا أن احنا نسمع عن بورصة الحبوب، النهاردة كان مهم جدا أن احنا نسمع عن التفكير الجدي في العملة التي يمكن أن يتم التعامل بها بين دول البريكس. كان مهم جدا أن احنا نسمع عن الحلول الاقتصادية المستقبلية اللي هي يمكن أن تؤمن شعوب الجنوب أمام ما يتعرضها من مخاطر وتهديدات.